فغليه الاسعار والكلام ده. تعالى اقول لك ازاي تشتري لبس بالكيلو بقى، مش هقول لك بقى تشتري بالقطعه بالقطعتين، لا انا هقول لك ازاي تشتري بالكيلو. مهما كنت انت هتجيب قد ايه فتحاسب بالكيلو وتشوف انت جبت اللبس بتاعك كام كيلو وتحاسب بالكيلو. فيلا بينا. والمكان ده هو لقطه، لقطه بيوفر لك لبس كتير جدا، بناطيل على جواكت على سويت شيرت على كل حاجه ممكن تتخيلها، على قمصان على بص كل حاجه ممكن تتخيلها، وبراندات وبسعر مناسب جدا جدا اللي هو بالكيلو يعني. بص انا ده عجبني جدا جدا يعني، فعملت عليه زوم. ولكن بص في تشكيله كبيره جدا جدا وحاجات نظيفه على فكره، زي ما انت ما بيتقال لك اللي هو الحاجات دي معفنه والكلام ده. عندي بتاع زي ده في البيت بالظبط، وعلى فكره غالي جدا غالي جدا، اللي عندي في البيت غالي جدا. ولا بلا 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 جامد قوي ده. المهم انك تنقي كويس بس. جامد ولا حلو؟ ده حلو بس مشكلتكم اتصم من كده. تمام مش عارف انت ازاي اشوف لك في حد ولا، بس هو حلو والله ده. يعني بص مثلا كده الحته دي بص فخامه رايقه يعني. هو انتوا في عندكم نقص في ال وزي ما قلت لك كل الحاجات اللي عندهم براندات، انت بس ادخل وهتلاقي البراند. واهم حاجه، اهم من كل اللي انا هقوله ده واللي انا قلته، اللي انت تركز على حاجه كويس جدا، عشان بص حاجه مثلا زي كده يعني هي مش باينه، ولكن لو ركزت هتلاقي ان في حاجات. فانت وانت بتشتري حاجه ركز جدا جدا. جامد يا زميلي. وريني يا زميلي. وممكن كمان بعد كمان ما تقيس الحاجة تروح كمان توزنها وتشوف عاملة كام كسعر، يعني عاملة كام كيلو هتعمل كام كسعر. فعلشان ما تلاقيش نفسك انت متسوح في سعر كبير، لا انت ممكن كل شوية تروح وتقيس الحاجة وتشوف هي عاملة كام. يعني بص برضو الحتة الجامدة دي جدا جدا. بص انت كل ما انت ما هتدور كل ما تلاقي حاجة جامدة. مروان بابل يلا يا رجل شياكة جالي ازاي؟ الزعبوط كان متخبي ورا. جيب لي الزعبوط هجيبه اهو. ده جامد ده، تفكير بره الصندوق يابا. ايه الاناقه دي؟ ولا جدا. وهنا كنا كل شويه حرفيا كل ما نقيس حاجه وتعجبنا نقوم واخدينها ورايحين قاسينها او رايحين وزنينها في الميزان اللي محطوط بره ده. وبصوا كل حاجه مكتوب سعرها هنا كده كام كيلو وعامله كام كفلوس والكلام ده. وعلى فكره شواكت رخيصه جدا جدا، يعني غير اللي بره، اللي بره هتلاقيهم ب 600 جنيه و800 جنيه، وهنا لا هنا بيقاس لك يا باشا بالكيلو على طول. جامد ده يا اسطى. اقعد في البيت انام فيه. دفايه يابا دفايه. ايه ده بيدفي؟ جدا جدا والله. واهم حاجه عشان تشتري لبس والكلام ده تكون لابس جزمه بتتقلع بسرعه، وتلبس بنطلون بيتي او اي حاجه عشان تعرف تقلع وتلبس بسرعه، وتكون يعني اللبس بتاعك مريح عشان ما تكونش في صعوبه وانت بتقيس والكلام ده. عشان لازم تقيس كويس جدا جدا وتشوف الحاجه قبل ما تشتريها، ولو تمام ومظبوط عليك وكل حاجه بالراحه كده ومفيش حد بيجي وراك اي حاجه تقوم تشتري حاجه على طول. اشترينا شويه حاجات كتير بصراحه قوي يعني. وبعد كده رحنا بقى البراندات فعلا عالميه زي بولاند بير والكلام ده، علشان نشوف الحاجات دي بره بتتباع بكام. يعني انت لو دخلت هنا كده بص الاسعار عامله ازاي. 649 جنيه هي تمام، حاجه جديده وكل حاجه وبولاند بير، ولكن ده نفس اللي كان موجود في لقطه، ولكن كان بسعر ارخص بكتير جدا لان هو بيتعامل بالكيلو يعني. ولكن احنا لوحنا الحتت العاليه دي، الحتت البراندات النظيفه وكده، علشان نقارن ونشوف الاسعار. يعني انت بص برده الحته دي 699 جنيه. ليه ب 699 جنيه يا بولاند بير؟ انا عايز افهم يعني بصراحه. هو في الاخر شميز يعني، الشميزات دي اصلا كانت كلها موجوده في لقطه. وعلى فكره لو انت كنت ركزت بس في لقطه شويه كنت هتجيب كمان حاجات زيها بالظبط، وممكن كمان تلاقي كمان هناك بولاند بير. هو ده الفرق اللي انا بتكلم عليه. انت في فرق 200 جنيه مع ان هو نفس الجاكيت او قريب منه سيكا، بس في فرق 200 جنيه. ورحنا برده محل تاني وكان ايجل، وشفنا كمان البراندات بصوا كانت عامله ازاي. 395 جنيه تمام، الحاجات نظيفه وكده. لكن يعني انت لو رحت لقطه وركزت شويه هتلاقي ان انت ممكن تطلع بقيمه مقابل سعر، ان انت تجيب حاجات فعلا نظيفه جدا ويعني حالتها كويسه جدا ولكن بسعر اقل. وكمان لقطه عامل حوار ان انت كمان ممكن تروح تلاقي عندهم عروض، زي مثلا فكره تاخد 2 كيلو عليهم 2 كيلو هديه، وتوصل كمان لفكره كمان انت 5 كيلو عليهم 5 كيلو هديه. الحته دي برده كانت عجباني جدا جدا، ولكن كان سعرها غالي جدا جدا، كان سعرها 670 جنيه. ليه انا ادفع 670 جنيه في الزاره؟ دخلت زاره بالايفون بتاعي. فيا جدعان يعني لقطه يعني ايه، ما اثرش معانا في حاجه يعني. فاحنا رحنا المحلات الغاليه ورحنا لقطه علشان اقول لك الفرق ما بين ده وده، والفرق ما بين السعر ما بين ده وده، وانت في الاخر اللي تحكم وتقرر انت عايز ايه. تشوف كمان الاسعار وكل حاجه. فده لقطه وده اللي كان عندي النهارده. وعلى فكره كل اللي احنا اشتريناه ده من لقطه ب 848 جنيه فقط. يعني الشنطتين الكبار دول قوي في الاخر عاملين 848. وعلى فكره كانوا اصلا معديين الاربع جواكت او الخمس جواكت كمان. فقول لنا انت بقى تحت في الكومنت بتحب تشتري من اني براند، واعمل بقى منشن لصاحبك اللي عايزه يروح معاك لقطه. وطبعا ما تنساش طبعا التيك توك، وما تنساش انستجرام، وما تنساش طبعا اليوتيوب. عايزين نوصل لاكبر قدر ممكن من الفولورز. وهنا برده ما تنسناش برده عايزين برده نوصل ل 100 الف في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.